المنتخب الاولمبي ووجود مصطفى شوبير في القائمه، وبرضه هجمه شرسه على اختيار كابتن شوقي غريب لمصطفى شوبير. بص هقول لك حاجه، هو الكابتن شوقي بيلعب على العنصر النفسي، يعني هو بيجهز جيل. مصطفى شوبير انا ارى انه حارس مرمى جيد، هو من الاول بدا بعمر رضوان محمود جاد وجاد ومحمد وصبحي وشوبير، فهو بيكمل بنفس الموضوع. بس هو اصلا عنده ازمه اهم من مصطفى شوبير، ان هو يروح للاولمبياد ب 18 لعيب، منهم على الاقل صلاح وشناوي او صلاح وحجازي او صلاح وطارق حامد، ففي اثنين هيطلعوا من ال 18، فانت محتاج 16 لعيب. 16 لعيب دول هيبقى منهم جونين، ف 100% يا هيكون جاد وصبحي يا هيكون، لا هو جاد وصبحي، جاد وصبحي يعني هو على فكره ممكن ما ياخدش الشناوي لان العيلين كويسين، الاربعه كويسين، فهو ممكن ياخد في خط الظهر حجازي مثلا. حجازي لان نص الملعب عنده برضو ما عندوش مشاكل، نص الملعب عنده لعيبه كويسه، وقدام برضو ياسر ريان وعمار ورمضان صبحي وصلاح ومصطفى محمد، ده هو الله يكون في عونه شوقي غريب. صحيح. ده عنده فرق احسن من المنتخب الاول. يعني هو جايب مصطفى في الوقت ده عشان يعني يشوفه، ولا في سبب اخر من وجهه نظر شوقي جايب مصطفى محمد؟ لا انا بتكلم على حسام مصطفى شوبير. مصطفى شوبير لا هو بيلعب على العنصر النفسي زي ما قلت لك، هو انتوا مجموعتي وانا مكمل بيكو، حتى لو انا هاخد 16 وهستبعد الاخرين. بس هو خد اثنين لعيبه كويسين جدا، عبده يحيى والنادري من المحله، فده دليل ان الراجل متابع يعني. بس انا برضو بقول لك شوقي يعني محمد صادق من اللعيبه الكويسه جدا يعني، اسماعيلي طبعا يعني المفروض يكون موجود، بيومي من اللعيبه الكويسه جدا المفروض يكون موجود، مصطفى فارس مادي شكل كويس جدا لازم يكون موجود، كاستيلو السيرد باك مادي بشكل كويس جدا. لا الاسماعيلي فيه 4 5 6 عناصر انا ممكن يعني كبشاوي يبص لهم بشكل كبير بعد الفتره اللي جايه بقى كابتن. يا رب يتالقوا ان شاء الله ويتالقوا ان شاء الله، وهاجي معاك قريب والاسماعيلي ينافس تحب اكتر من جمهور اسماعيل ولا لا شيء. نورت شرفت يا شيح، الله يخليك يا حبيبي، والله منورت. انا بكون مبسوط لما بكون معك حبيبي، ربنا يخليك. بس